نتكلم عن إعداد الأم الحامل للإرضاع، نركز في هذا الركن على 3 أمراض ممكن أن هي تصيب الأم لا سمح الله. عندنا سوء التغذية، وعندنا أيضا ارتفاع السكري وارتفاع ضغط الدم. في البداية نركز على تغذية الأم خاصة في الأشهر الأولى حتى ما يسبب إليها فقر الدم لا سمح الله، ممكن حتى يؤدي إلى بعدين مشاكل في ولادة مبكرة لا سمح الله. عندنا أيضا في ارتفاع السكر نفس الشيء، نحاول يكون سكر الحمل طول الوقت يكون بمستويات مناسبة. أيضا عندنا في ضغط الدم نحاول قدر الإمكان يكون الضغط جدا معتدل ومناسب للمرأة الحامل في هذه الفترة قبل الولادة. كل هذه المشاكل ليش إحنا قاعدين نتناقش فيها؟ علشان إنه ممكن إن هي تسبب تأخير للرضاعة الطبيعية ويأثر كثيرا على صحة الجنين. فعندنا يومين لتثقيف المرأة الحامل في العيادات، عندنا يوم الاثنين ويوم الأربعاء مخصصين عشان تثقيف الأم عن الرضاعة وعن هذه المشاكل الثلاثة اللي ممكن أن هي تصيبها خلال الحمل. المشكلة الأولى عندنا تغذية المرأة الحامل وأثرها على الجنين. إذا كانت الأم ضمن فئة السمنة فتكون يفضل الزيادة من 5 إلى 9 كيلو. أيضا سوء التغذية ممكن أن هي تسبب لنا كثير من المشاكل للجنين، ممكن تكون ولادة مبكرة، ممكن وفاة الجنين، ممكن صعوبات في الولادة، وكل هذه المشاكل راح تأثر أيضا على رضاع الأم بعد ما تولد، ممكن تسبب لها صعوبة كبيرة وتكون جدا تعبانة. فإحنا نركز واجد على معالجة هذه المشكلة.